العشبة دي اسمها عشبة الشيح. اما بالنسبة لطريقة عمل المشروب فهي بسيطة جدا، هناخد مقدار ملعقة صغيرة من عشبة الشيح وهنبدأ ان احنا نعمل لها عملية نقع في كوب من المية الدافية، وممكن تحضير المشروب دوت عن طريق غلي، ولكن يفضل دائما في شرب الاعشاب استخدام عملية النقع. وقت عملية النقع يفضل ان احنا نغطي الكوب علشان الفوائد اللي موجودة في العشبة ما تخرجش خارج الكوب، وبعد كده لمدة 10 دقائق بعد كده نبدأ ان احنا نصفي المشروب ونبدأ ان احنا نشربه، يشرب مرة واحدة في اليوم بعد الافطار. حابب اقول لحضراتكم ان المشروب دوت مش بس بيعالج الضغط المرتفع، زي ما قلت لحضراتكم بيعمل على تحسين اداء الجهاز الهضمي، فبيعالج عسر الهضم وبيعالج الامساك وبيطرد الغازات، وبالتالي تحسين صحة القولون والتخفيف من حدة الالام المرافقة للقولون العصبي، بيعالج الغثيان والانتفاخات وبيطرد الديدان المعوية اللي موجودة في البطن، بل يعد مشروب الشيح من افضل الطرق المساعدة في علاج وقتل الديدان المعوية نهائيا، بيحفز من الشهية وبيساعد على زيادة الوزن، كمان بيعمل على التحسين من عمل الكبد وبيعمل على زيادة معدل الخصوبة. بالنسبة للسيدات بيخفف من التشنجات المصاحبة للدورة الشهرية وبينظم عملية الدورة الشهرية وبيقلل من تقلص المهبل بعد الولادة، كمان هو بيعالج مشاكل الروماتيزم والتهابات المفاصل وبيقوي الجهاز المناعي وبيخلص الجسم من السموم المتراكمة فيه، وهو مفيد جدا لصحة الأعصاب والقدرات الدماغية والمخ وبيحمي من الوهن العصبي وهو منشط للدورة الدموية. كمان بيعد المشروب دوت من أقوى مضادات الأكسدة لأنه هو بيأخر من علامات التقدم في السن والشيخوخة المبكرة، بيحمي الإنسان من القلق والتوتر وبيعمل على خفض معدل السكر في الدم، كمان هو بيحمي الإنسان وبيقي من الحموضة وبيخفف من حدة الصداع. لا يفضل استعمال المشروب دوت إلا تحت إشراف الطبيب، ولا يفضل إن احنا نستمر عليه في شربه لأكثر من مدة شهر، كما ينصح السيدة الحامل بالرجوع للطبيبة النسائية قبل استخدام مشروب الشيح.